زي ما انتم شايفين على الاو بي جي، هذا المريض عمره 11 سنه، اجى على العياده بيشتكي من الم في الاسنان الدائمه. الاسنان الدائمه عنده badly decayed with open apex root. هاي الحاله احنا ما فينا نعمل complete root canal treatment لانه الابكس عندنا لسه مفتوحه. بهاي الحاله بنعمل شو؟ ابكسوجينيسيس. ابكسوجينيسيس بنعمل بالبوتومي للتوث، بنحط ام تي اي وبعدين بيرمننت فيلينج. بهاي الحاله احنا حنحافظ على السن انه ينمو نمو طبيعي وتقفل الابكس معانا ونريح المريض من الالم. وان شاء الله الجلسه الجايه المريض بعمل السن الثاني، وهيك بنكون خلصنا علاج البيرمننت توث عنده.